السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة معايا في فيديو جديد، وصفات جديدة إن شاء الله، وصفات فعالة للتخسيس، مكونات طبيعية جدا. هنعمل النهاردة بإذن الله 4 وصفات للتخسيس هتعجبكم. انتي هتاخدي منهم وصفتين، وصفة هتاخديها الصبح ووصفة هتاخديها بالليل، بإذن الله نتائجها فعالة جدا جدا. من وصفات اللي انا فعلا بحبها قوي للتخسيس، وخصوصا لو اخدنا 2 مع بعض. يلا مع بعض هنشوف هنعمل ازاي الوصفة بتاعتنا وايه هي مكوناتها. اول حاجة احتاجها معايا النهاردة ان شاء الله هي بذور القطونة. بذور القطونة، وده بيكون شكلها زي ما انتم شايفين كده، هي بتبقى صغنونة قوي، هي شبيهة ببذور الكتان، ولكن دي صغنونة قوي قوي زي ما احنا شايفين. بنجيبها من عند العطار، لو مش متوفرة عندك ممكن تستخدمي بذور الكتان بديلة ليها. وده شكلها برضو، انا بقربها للكاميرا عشان تشوفوها كويس. عايزه اقولك ان بذور القطونه ديت ممتازه جدا جدا في التخسيس، ونتائجها رائعه جدا. كل انا هحتاجه من بذور القطونه، هنحتاج معلقه واحده فقط، وهنحتاج معانا كوب من الزبادي. طبعا يفضل يكون الزبادي خالي الدسم، يعني بلاش نستخدم الزبادي اللي فيه دسم كامل، لان احنا كده ما بنعملش دايت. هنحتاج علبه واحده من الزبادي خالي الدسم، وهبدأ اعمل معاكم دلوقتي الوصفة ونقول هنستخدمها ازاي. انا هبدأ اضيف الزبادي في الطبق علشان اعرف اقلب ببذور القطونة. هضع معلقة واحدة من بذور القطونة على كوب الزبادي اللي انا وضعته في الطبق بالشكل ده. ده شكلها هو، انا برضو بقربها عشان تشوفوها كويس. هبدأ اقلب، ولكن مش عايزة اقلب تقليب جامد، يعني انا عايزة احس ان انا باكل وجبة مش بشرب عصير، لان طبعا التقليب كتير او في الزبادي بيفكه وما بيبقاش يعني كحاجة بتاكليها. فانا بس هحرك المعلقة بسيط عشان امزج بس البذور القطونة بالزبادي بالشكل ده. ودي بقت معايا الوجبة اللي انا هستخدمها. هستخدم الوجبة بتاعتي دي ازاي ان شاء الله؟ الوجبة دي هتبقى ان شاء الله بإذن الله، يعني انت ممكن تستخدميها الصبح اول ما تقومي من النوم، وممكن تستخدميها بالليل قبل ما تنامي، وهناخد معاها برضو مشروب. عايزة اقولك انها مفيدة جدا جدا للتخسيس، بتحرق وبتفتت الدهون بطريقة رهيبة جدا. لو استمرتي عليها اسبوع 10 ايام بإذن الله هتفيدك قوي قوي. مواصفات النتائج بجد فعالة جدا. بذور القطونة دي ممتازة جدا جدا. هنبدأ دلوقتي نعمل بذور تانية برضو. لو انت ما عندكيش بذور القطونة هنستخدم بذور حب الرشاد، زي ما انت شايفة كده او زي ما انت شايف. طبعا الفيديو للشباب والبنات. دي حب الرشاد، وده بيكون شكلها برضو، بنجيبها من عند العطار. انا حبيت ان انا اجمع لكم برضو البذور، عشان لو مش متوفر عندك بذور القطونة هتجيبي بذور حب الرشاد. حب الرشاد دي برضو مفيدة جدا للتخسيس، بتحرق وبتفتت الدهون، نتائجها ممتازة جدا جدا ان شاء الله، وفعالة بجد بجد رهيبة. كل اللي انا هعمله برضو اني هجيب كوب من الزبادي، وبرضو يفضل يكون زبادي خالي الدسم. وهبدأ اضع عليها برضو معلقة واحدة من بذور حب الرشاد. الوصفة دي برضو يا بنات تحفة جدا، وان شاء الله نتائجها برضو كويسة قوي. ده شكلها زي ما انتم شايفين، وهبدأ برضو اقلب بالراحة، مش عايزة ان انا يعني افك الزبادي عشان نحس ان احنا بناكل وجبة. بالشكل ده احنا قلبناها. امتى هنستخدمها؟ زي ما قلتلك ممكن تستخدميها بالليل قبل النوم، او ممكن الصبح اول ما تقومي من النوم. دي هتبقى الوجبة بتاعتك اللي هتاكليها قبل الفطار او قبل النوم، يعني زي ما انت حابة. دي بالنسبة لبذور حب الرشاد، وانت اختاري بقى الوجبة اللي تعجبك، سواء الوجبة الاولى او الوجبة التانية.
الاتنين نتائجهم فعالة وممتازة جدا جدا، بس اهم حاجة واظبي عليها وان شاء الله نتائجها حلوة قوي قوي، هتعجبكم بإذن الله. ده بالنسبة للنوعين، البذور القطونة وبذور الحب الرشاد. هنعمل بقى دلوقتي مع بعض المشروب اللي احنا هنشربه برضو، يا اما الصبح يا اما بالليل، يعني انت هتختاري زي ما انت عايزة. احنا معانا هنا في الوصفة بتاعتنا ده الليمون الاسود، ده بنجيبه من عند العطار برضو، وده بيكون شكله. الليمون الاسود ده مفيد جدا جدا للتخسيس. انا افضل ان احنا نشرب الاول المشروب الصبح وناكل الزبادي بالليل، يعني لو في ناس ما بتتعشاش الزبادي بالليل مفيد قوي ليها، وخاصة لما هتاكله وتنام مفيد قوي قوي. الزبادي هبدأ اعمل معاكم دلوقتي المشروب اللي انا هعمله بالليمون الاسود. هنجيب كوب من المية، وهبدأ اضع فيه الليمون اللي هو الليمون الاسود اللي احنا قلنا عليه، وهنضيف مية سخنة مغلية من الكاتل بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده، دي مية انا غليتها في الكاتل وضفتها في الكوب. هبدأ اضيف عليها بقى الليمون، ويفضل ان احنا نكسرها، عشان لازم نكسرها عشان نستفاد بيها، ما ينفعش نحطها وهي سليمة كده. هي ليمونة واحدة، وهضيفها في الكوب وهبدأ اقلب بالمعلقة كده، وهسيبها لمدة ساعة. هنبص نلاقي لون المية اتغير تماما. دي المية بقى اللي احنا هنشربها ان شاء الله بإذن الله. الوصفة دي برضو جميلة قوي يا بنات، وان شاء الله هتعجبكم قوي، ونتائجها كويسة وحلوة وطعمها حلو. احنا ممكن برضو نضيف معلقة واحدة من عسل النحل على المشروب ده، لو انت حابة تحليه يبقى عسل نحل، لكن ما ينفعش ان احنا نضيف سكر خالص، يعني ما ينفعش خالص ان احنا نشرب ان نضيف سكر لاي مشروب بنعمله للتخسيس. لكن عسل النحل مسموح ان احنا نحط معلقة واحدة من عسل النحل عشان بس طعم المشروب اللي احنا بنشربه. هنستخدمه كل يوم ان شاء الله الصبح قبل الفطار بساعة، نتائجه حلوة قوي قوي هتعجبكم، بتحرق وبتفتت الدهون بطريقة رهيبة جدا لو اخدنا معاه كوب الزبادي بالليل قبل النوم. اما تاني بقى عشبة انا هستخدمها النهاردة، هي عشبة حلف بر. حلف بر، وده بيكون شكلها زي ما احنا شايفين كده اهو. دي بقى عشبة حلف بر اللي انا هستخدمها في برضو كمشروب للتخسيس. حلف بر دي ممتازة جدا جدا، بتجيبيها برضو من عند العطار ونتائجها حلوة برضو، بتحرق الدهون في منطقة البطن والأرداف، وبتنزل الجسم وبتنزل الوزن. هنجيب كوب من المية، وبرضو هبدأ أضيف مية مغلية في الكوب بتاعي. وهنضيف عليها معلقة واحدة من حلف بر. العشبة دي طعمها حلو قوي بجد، يعني انا لما جربتها طعمها حلو مقبولة ان انت تشربيها، لكن طبعا احنا مش هنشربها بالتفل بتاعها ده، احنا هنقلبها كويس جدا وهنسيبها نغطيها، وهنسيبها لحد ما تهدى وتبرد خالص. بعد كده هنصفيها بالمصفى، لان احنا مش هنشرب يعني التفل بتاعها ده مش هنشربه. نتائجها جميلة قوي قوي، بتحرق وبتفتت الدهون، وكمان يعني لو انت استمريتي عليها 10 ايام او اسبوع هتشوفي نتيجة تحفة جدا جدا للتخسيس بإذن الله. كده حبايب قلبي احنا قدمنا 4 وصفات جمال جدا جدا، انت هتختاري بقى المشروب اللي يعجبك. ده مشروب حلف بر بالعشبة حلف بر، وكمان عملنا مشروب بالليمون الاسود، ده غير ان احنا عملنا برضو وجبتين بالزبادي، وجبة بذور الشيا، بذور حب الرشاد، وبذور القطونة. بذور القطونة ممكن ما تكونش متوفرة عندكم في بعض الاماكن او بعض الدول، فعشان كده انا بقولك انت حاولي تستخدمي حب الرشاد، او لو ما عندكيش حب الرشاد ممكن برضو بذور الكتان، جميلة جدا برضو للتخسيس.
زي ما قلنا، وبذور الكتان ممكن تستخدميها برضو كمشروب، ان انتي برضو هتسيبيها في مية سخنة من بالليل، وتاني يوم الصبح هتصفيها وهتشربيها كمشروب. احنا كده قدمنا ان شاء الله 4 وصفات حلوين جدا جدا، بتحرق وبتفتت الدهون. يا رب يا حبيب قلبي الوصفات اللي احنا قدمناها النهاردة تعجبكم وتستفادوا بيها بإذن الله، الوصفات الجميلة اللي انا بجد بحبها جدا لان نتائجها فعالة وسريعة جدا للتخسيس. استمروا عليها ان شاء الله اسبوع 10 ايام، وان شاء الله بتلاقي نتيجة كويسة قوي قوي بإذن الله. حبايبي لو عجبكم النهاردة الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو، شيروه لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وان شاء الله بإذن الله استنوني فيديوهات تانية كتير جديدة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتي توصل لكم ووصفاتي الجديدة تنزل لكم بإذن الله. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.